وفاة اثنين من فنانين مصر بيوم واحد يفجع الوسط الفني وسط حزن كبير من أسرتهم والنجوم. وفاة الفنانة فاطمة مظهر شقيقة الفنان أحمد مظهر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما. وأعلنت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نيهال عنبر وفاة شقيقة الفنان الراحل أحمد مظهر الفنانة فاطمة مظهر بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 78 عاما. وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك نعى الفنان مفيد عاشور الفنانة فاطمة مظهر وكتب إن لله وإنا إليه راجعون. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته مع الصادقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يذكر أن فاطمة مظهر هي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر. ولدت في مدينة القاهرة في عام 1943 وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني من بوابة الإذاعة والسهرات التلفزيونية، حيث شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية وأبرزها وعاد نور القمر وكان زواجا سعيدا واحدة بواحدة، هذا الحب هل يموت، مراتي عقلة جدا، قلوب من ذهب، قارئة الفنجان، عصر الحب وعصافير الجبل وعبقري زمانه وبنات الأصول وأغرب القضايا. وفي التلفزيون كان من أشهر أعمالها مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة نخبة من النجوم. وشاركت الفنانة فاطمة مظهر في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينيات وحتى التسعينيات، منها الأحضان الدافئة وبائعة الحب والاتحاد النسائي، كما شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية منها القاهرة والناس، أبناء الأعزاء شكرا، وبرج الأكابر، والماضي يعود الآن. وبدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا إنها لم تلتزم برأيه، وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها. وكان أول من رشح الفنانة الراحلة فاطمة مظهر للعمل في التلفزيون هو المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش، وكان قد تعرف عليها في المسرحيات التي كان يخرجها لمسرح كلية الآداب. وعندما بدأ المخرج المصري الكبير محمد فاضل يبحث عن شخصيات لأسرة حلقات القاهرة والناس، رشحها نور الدمرداش، واستطاعت الفنانة فاطمة مظهر أن تلفت الأنظار إليها بشخصية منى. في البداية رفض الفنان أحمد مظهر والذي تولى تربية أخته خوضها تجربة التمثيل، مبررا موقفه بأنها ما زالت صغيرة في السن، حيث كان حريصا على مستقبلها التعليمي، خاصة أن فاطمة مظهر تمسكت بدخول عالم الفن خلال دراستها الجامعية، وهو ما رفضه الفنان أحمد مظهر بشدة. وقالت الفنانة فاطمة مظهر عام 1972 في تصريح صحفي لها إنها عرفت أن أخاها كان محقا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراستها، حيث رأت الفرحة عارمة في عين أخيها، وغير أحمد مظهر رأيه وتركها تخوض التجربة كما تحب. وأدركت من حينها أهمية التعليم ومدى حب أخيها لها. كانت آخر أعمالها على الشاشة الصغيرة مسلسل الماضي يعود الآن، بطولة الفنانة عبلة كامل ويوسف شعبان وحنان شوقي ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي وعبد الوزير وإبراهيم خان وعثمان محمد علي ومحمد عتريس وأحمد سامي وعبد هلهل وأحمد الشين، وقصة وسيناريو وحوار مجدي صابر وإخراج رائد لبيب. واعتزلت الفنانة فاطمة مظهر الفن منذ سنوات، وعانت من المرض خلال الفترة الأخيرة إلى أن وافتها المنية. وسبق أن أكدت الفنانة فاطمة مظهر إنها ابتعدت عن مجال التمثيل بإرادتها، ولست نادمة على اتخاذ قرار اعتزالها مجال التمثيل، اتخذته في الوقت المناسب
وأن قرار اعتزالها الفن هو حان نجوم كبار كثيرون غيرها، وإنها حريصة على الاحتفاظ بمشوارها الفني، ولا يمكن أن تتنازل عن مبادئها وتقدم أي أدوار غير هادفة تصب في مصلحة جمهورها ولا تتناسب مع تاريخها الفني. وغادر عن عالمنا اليوم أيضا الفنان والإعلام الكبير محسن نوح، وسط حزن كبير من أسرته والنجوم عليها. ويعد الإعلام الراحل واحد من أبرز رواد الإعلام في مصر والعالم العربي لما يملكه من تاريخ حافل بالعمل وتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية. وحرصت الإعلامية حياه عبدون زوجة محسن نوح على نعي زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. تنعي الإعلامية المصرية حياة عبدون زوجها ورفيق الدرب والحياة ووالد ابنتها نور الإعلامي الأستاذ محسن نوح. وسيقام العزاء قاصر بمدافن آن نوح بالقاهرة، نسألكم له الفاتحة والدعاء. ونعى الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر الراحل قائلا: البقاء لله في وفاة الإعلام الكبير محسن نوح، ربنا يغفر له ويرحمه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء، أرحم الله الراحلين وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهليهم وزويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله. Thank you.